طبعا الرئيس طبعا دلوقتي الشغل الشاغل دلوقتي اهم شيء الاقتصاد، ان نقوم بنهضه البلد. له نظره بعيده وسياسه ده يعني على مستوى العالم، هو سياسته حلوه جدا الحمد لله، في تقدم في البلد، في عمار، في كل حاجه في البلد بسبب في وجوده بصراحه. مدينه العاصمه الاداريه مشغله ناس كتير جدا، وده اكبر دليل ان في تطور في البلد. طول ما في مشروعات وفي حاجات تنمويه هتحصل باستمرار في البلد اكيد هيبقى في تحسن باستمرار، وطالما في استقرار اكيد هيبقى في تحسن. الرئيس السيسي كان عمال يفتتح مشاريع كبيره وشغال في العاصمه الاداريه، صراحه شغل كويس قوي، وان شاء الله هيجذب استثمارات كبيره قوي للبلد. اي حرب بتاثر على الاقتصاد العالمي، ده بدهيات اقتصاديه، لانها بتاثر على المواني وتاثر على الاستيراد والتصدير وتاثر على التصنيع. طول ما الحروب دي شغاله كان في فلسطين او في اي مكان في العالم بتاثر، ومش بتاثر عليهم هم بس، بتاثر علينا احنا كمان هنا. هو انت عندك دلوقتي روسيا واوكرانيا، القمح كله انت بتستورده من روسيا او اوكرانيا. لو ما وصلتش بشكل مباشر، في اصلا بشكل غير مباشر عن طريق التجاره نقل البضائع والكلام ده كله، طبعا في خطوره كبيره على ان احنا بننقل البضائع وكده، فدي خطوره. ده تاني حاجه ان هي قللت قوي من مصادر سواء الاكل بالنسبه لنا القمح وكذا، فالحرب طبعا قللت كبير كتير قوي من المصادر اللي موجوده في البلد يعني.